5 4 3 2 1 Engage. شو اخبارك سوين؟ منيحة، انت كيف راكان؟ الحمد لله. شكلك كذا مشتاقة لي. لا انا وين الاسبوع؟ ضيف حلقتنا لهالاسبوع لاعب الخفة معين البستكي يلي رح يعملنا بيونسي ويخفي راكان. وصلنا لفقرة ضيف الأسبوع، ومعانا اليوم الساحر معين البستكي اللي راح يكشف لنا سر خدعة الأرنب ويقسم لنا سبين نصين، وراح نعرف منه معنى كلمة أبراكادابرا. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم اليوم في البرنامج، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم ونسوي لكم أشياء حلوة تستانسون معنا فيها إن شاء الله. أكيد مع ألعاب الخفة أكيد مفروض خفيفين. أي لازم تكون خفيفين. بس مين بدنا نقطع اثنين؟ هو راكان غلبت بالإنترودكشن. أنا ما عندي أي مشكلة، اللي بيطير أو ينقص للنص، بس إن تركيبتها عقب القص هذه it's gonna be difficult. الله يستر. أول شيء خبرني عن بدايتك في الألعاب السحرية. كان عمري 6 سنوات وكنت في البيت، وجا يا جدي قال معين ممكن لو أشوفك دقيقة. معين أنا قاعد في الحجرة ألعب بالألعاب اللي أبوي كان يلعب لي إياها. كان صرت عند يدي كان ماسك درهم، هي ما هي الحركة اللي بنسويها، ولكن أخذ الدرهم عض عليها. يوم عض عليها وطلعها من ثمه ولا هي مقصوصة نص، أنا طالعت بالكوين قلت يمكن أسنانه قوية، يمكن خذ الكوين حركها ولا هي ردت كوين كامل مرة ثانية. هذه كانت أول خدعة شفتها في حياتي كان سوى لي إياها يدي. كيف بلشت تطور حالك؟ يعني من وين تستوحي لتطلع معك تريك؟ صحيح. وكيف بتطورها لحتى تزبط؟ هي في البداية أنا كان يدي هو موسوعتي، يدي كان الشخص اللي كان المتعلم فيعلمني كثير من الأشياء، منها حركة إن شاء الله لو أمداننا نسوي لكم إياها، هاي تعلمت إياها من يدي. عقب كانت في الكتب كانت جدا متعبة، تروح المكتبة تأخذ كتب لألعاب الخفة بس هي رسومات، فعسب تطبقها كانت جدا صعبة. وحين على عالم الانترنت ممكن تتواصل لواحد في برشلونة ولا واحد في أمريكا ولا واحد وين ما كان في العالم وتبادل المعلومات بينهم عشان بينكم بينهم عشان تتعلم الأشياء الجديدة وتطورها وتقدمها. في عندي كونسلت تشتغلون معايا في عروض وبرامج التلفزيونية، فالأفكار موجودة، ما أنت لازم تكون up to date مثلك كفن ألعاب الخفة مثل أي فن ثاني. أول ظهور لك كان وين؟ تلفزيون محلي. مع مين؟ تلفزيون محلي. هذه كان مش يعني أول ظهور لي، كان ظهور برامج صباحي. من عقب ما شافوني في البرنامج الصباحي طلعت ظهرة مع أستاذي أخوي عبد الله بالخير، الكل يعرفه. فأستاذ عبد الله بالخير عمرنا مع حركة إن أخفيته من بيته طلعته في الاستوديو، أخفيته من الاستوديو طلعته في البيت. البرنامج صارت له ضجة كبيرة لأن ما حد كان يسوي هالسوالف هاك الوقت يوم ظهرنا في التلفزيون، ومنها كانت إيجابية وكثير منها سلبية، ولكن هذه اعتقد اللي اعطتنا الدفعه ان الناس يبدون يعرفوننا ونسوي الاشياء اللي قدمناها. بعد خفيني زين وديني عند اهلي شوي اسلم عليك. عليك احنا وقت البرنامج عقب البرنامج خلاص. اوكي ايه حاضرين. اتحمس اشوف الالعاب سبين. انا جاهزه انزين. استاذ سبين اخوي راكان اللي نبغى نسوي اول حركه، قدامكم موجود مثل ما المشاهدين ممكن يشوفون 3 كتب. نعم. الكتب هاي اللي عندك quiet very good learned good English the professor وعندك الكتاب اللي سووا عنا كارتون The BFG. فأنتوا أباكم عشوائيا تختاروا كتابين من الثلاث، ممكن تغيرون اللي في إيدكم، ممكن ترسون على اللي في إيدكم. You can change or keep whatever you have. Okay. وأباك تتأكد أن كل الصفحات مختلفة، فكل الصفحات مختلفة حتى هالكتاب أنتوا مستانسين بالكتب اللي معاكم ولا ممكن تغيرون رأيكم للكتاب اللي موجود على الطاولة؟ مش الحال. مش الحال. أوكي. أنتوا أوكي. فاللي أباكم تسوون، أباكم أستاذة تفضلي. Thank you. وهي ركان سابين وأستاذة ركان أستاذ ركان أستاذ ركان. اللي أباكم تسوون اللي قبل ما أن تبدون على الباد، أباكم تشوفون الصفحات اللي موجودة. Okay. الصفحات كلها مختلفة. نعم. أباكم تختارون كلمة واحدة. بعد ما تغيرون رأيكم كم من مرة اختاروا لكم كلمة واحدة. كلمة واحدة. أنت وأنت. أوكي. تمام. أي كلمة من الكتاب؟ أي كلمة، غيري رأيك على كم من مرة لين ما أن عندك كلمة محددة موجودة في مخك. عندك واحدة؟ أوكي. أوكي. وأنت عندك؟ اختيار عشوائي. ممكن تغيرون رأيكم، شفت أن الكلمات كلها مختلفة، لو أنا ممكن نأكد أن هالكتب فيها آلاف وآلاف وآلاف من الكلمات، صح؟ بالضبط. اللي أباك تسوي تأخذ قلم، أباك تأخذين قلم،
أباكم تكتبون الكلمة اللي أنت اخترتوها عشوائيا لا وتفرجون تفرجون وتفرجون المشاهدين ما هي عشوائية من مئات وآلاف الكلمات اللي موجودة في الكتب ومثل ما ممكن تطالعون هي الكتب كانت كلها صفحات مختلفة صح؟ أوكي اخترت كلمة خلينا نراويها للكاميرات ونشوف الكلمات أوكي عندي كوين نعم الكوين أنت اخترت كلمة وأنت اخترت كلمة عندنا كوين فيها الدلة وفيها الدرهم اللي نبغى نسويه أباك تختار يا دلة يا درهم تختارين دلة ودرهم أساس ما نختار واحدة من الكلمتين اللي أنتوا اخترتوها أوكي راكان دلة ولا درهم بنعطي الليديز فيرس نسألها أول أكيد. دلة ولا درهم درهم درهم, درهم. هل اللي من وراء هذه درهم وانت دلة دل. صح احنا نبغى نرميها ونبغى نخلق الكاميرا هي اللي تشوف انا برميها تطيح على الارض عشان انه وهذه شوف الطرفين مختلفين صح ونبغى نكون فير فنبغى نرميها ممكن تطالعون شو هي هي دلة الدلة الدلة مين كان دلة ركان ركان كان دلة ده كان بس لو تحمل البورد عندك بس انا اكد للمشاهدين ان انت اللي اخترت الكلمة من سلسلة كتب كانت موجودة صحيح وانت اللي اخترتها ما هو ما انا ما قلت لك ولا حد قالك صح؟ صح عشان ان ما نخلي الاستاذ سابين تكون ما بعمرين معاها شيء اللي باش تسوين استاذ سابين باش تركزين وياي اوكي تركزين وياي انت عندك حساب في بنك في مكان ايه موجود صح باش تركزين على اسم البنك اسم البنك هل في اي طريقه اي احدني ممكن يعرف مش مفروض لا مش مفروض ممكن تشيل هذا عشان الجمهور يظل يشوفه لا شيل البورد عشان يشوفون خليها مثل ما هي انت عندك موجوده اسم بنك نعم ما في اي احد ممكن في المجموعه اللي موجودين والمشاهدين يعرفوا صح مفروض ايه ما مفروض حدا يعرفوا المشاهدين ما حدا بيعرف انه بالبنك بلا انزين باش تركزين وياي تركزين بالاسم أوكي. كانها موجوده قدامك بوضوح قدام بلاك بورد قاعد تشوفينه موجودة كبيرة في مخك موجودة. موجودة أول حرف من البنك أول حرف من الكلمة أو من اسم البنك أوكي بدك أقول لك لا لا تخبريني أوكي. هل هو H Is it H Is it HSBC yes. HSBC اللي أباك تسوين أباك تركزين تتخيلي وياي أنك أنت معاك اللي أباك تسوين تتخيلي معايا أنك أنت حاسة بجنروسيتي زين كريمة هاك اليوم أنا أنت طالعين للمول ماخذه انت الاي تي ام ماشين ودخلتي في الماكينه هل في اي طريقه اي احد في العالم ممكن يكون عارف الباس كود للاي تي ام ماشين لك انت انه راح انسرق اليوم بس قاعد اسالك هل في اي طريقه ممكن ممكن حد يعرف الدنيا الباس كود صح ما في اي طريقه هذه واحده من اكبر الاسرار اللي اي واحد في العالم ممكن يكون عنده اللي هي الاي تي ام ماشين مظبوط اباش تركزين وياي على اساس انه نخفي الايدنتيتي للاي تي ام كارد نمبر الباسبورت الباس كود احنا ما بنقول اول رقم شو هي اوكي ولكن ركزي وياي على انا قاعد اشوف لسبب ما ثلاث ارقام وليس اربع ارقام ما اعرف ليش قاعد تضحكين ولكن فيهن صفر وحده في وحده صفر فيها ايه. اوكي في صفر احنا ما نعرف مكانها وين احنا عندنا اول رقم ثاني رقم تخيلي وياي قاعد تحطين البطاقه قاعد تحطين الرقم انا قاعد احس ان الرقم الثالث هو الزيرو صح؟ إيه. يس خلنا نرجع خلنا نروح لآخر رقم آخر رقم رقم الثالث زيرو آخر رقم تخيلي معايا أنا قاعد شفت الكلوز بادي لانجويج راح شفتها عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخر رقم آخر رقم 8 0 8 0 8 آخر رقمين آخر رقمين 08 في 08 في 08 08 احنا ما بنقول اكثر عن شيء 08 ركان لا قل لي خلينا نسوي شوبينج على حسابها انت ذكرت كلمه من اول البرنامج المساعدين شافوا انه كان في بورده موجوده قدامهم صح بورده موجوده قدامهم بالضبط احنا ما تحركنا صوبها ما حد صار صوبها انت اخترت كلمه من الاف الكلمات يا اخوي ركان صحيح انا بس اشيل الغطاء
هل في أي طريقة من آلاف وآلاف الكلمات اللي كانت موجودة في الكتب ان انت بعد ما رمينا الدرهم انه يكون نيكست؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. لا هلا هيدا كيف؟ واو، في شيء حدا موجود بيناتنا راح كتب على اللوح وحر ولا انا حران؟ في حدا في شيء باستوديو؟ شي كاسبر شي هيك باستوديو؟ ما بعرف. طب هيدا كيف؟ بس انا شايفه انه معك بعد بروبس، بس في اشياء كثيره غير إشياء. ممكن نسوي اشياء كثيره. خلينا نسوي بعد شيء، خلينا نشيل الاغراض على اساس ان نسوي مساحه. اوكي انزين. اوقات بصير معك انه ما بتزبط معك تريك؟ ما صارت لليوم، ولكن واتمنى ما تصير، اتمنى انه ما تصير. اللي اباكم تسوونه، اللي اباك تسوي اخوي ركان، ابا ان في خياطه ومخياطه مع الازرار ولا في ازرار في امور؟ اللي أباك تسوي من غير ما إن أنا أشوف، مثل ما شايف أنت عندك طاسة فيها زرار صح؟ عقم إحنا نسميها في الإمارات، وقاعد تشوفي نفس الشيء صح؟ اللي أباكم تسوونه، اللي أباكم تسوونه يوم أنا ما بكون شايف قاعد أشوف هالصوب صاد، أباك تأخذ عدد ما أنت حابب من غير ما تعد، خذ مجموعة حطها في الكباية عندكم صح؟ صح. نسميها قلاص. فشيل حط شيل كثر ما بغيت، عقب ما تشيل خش هذا عندك غطيه عشان انا ما اعرف. حلو، انا بكون صاد هالصوب. هل في اي طريقه انا ممكن اشوف؟ لا. انزين، انا بكون طالع تحت، انت شيل كثر ما بغيت، حطه في الجلاس. اوكي، خف مرتاح، تبى تزيد تبى تقلل تبى تسوي شان. خلاص. انت خذت مجموعه من الزرار صح؟ صح. زين، عندك الطاسه، عشان انا ما بالف واشوف الطاسه، عندك بندانه موجوده هناك، بندانه طبيعي. عندك موجود اي، اباك تغطي الطاسه، غطي الطاسه. حلو، غطيت الطاسه وخش الجلاس. There is no way اني انا اشوف الطاسه او اشوف الجلاس اللي معك. ممكن؟ خلاص. اوكي اوكي، تمام تمام. انا بلف الجلاس عندك مغشوش، مستحيل تشوفه، والطاسة مغطاية صح؟ صح. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف أنت كم خذيت بالضبط. أنت ما تعرف. وأنا أنت ما تعرفي. لا أكيد الناس ما يعرفوا، بس أنت خذ عدد معين صح؟ أباك تطالع فيني، أباك تطالع فيني العدد، ومن الورمة اللي عندك في الجاكيت العدد اللي أنت خذته. I don't know. There is impossible. Impossible situation. I'm gonna go with 26. 26. عدهم على الطاولة. 26. Is it possible إن تكون 26؟ عدهم على الطاولة واحدة ورا الثانية. الكاميرا تكون عليك. هل ممكن يكون 26؟ يلا. واحد. عدي وياه. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 مع السلامة. 26. Thank you very much. Thank you very much. 26. Thank you very much. لا عن جد. تكبر الحلقة لحالك. عن جد كيف؟ مش معقول. شلون؟ عن جد كيف؟ لا ما speechless أنا. كيف؟ Hope you guys enjoyed it. We did. معين شكرا لوجودك معنا اليوم، نحن كثير استمتعنا بكل هالألعاب الخفية، وإن شاء الله تحت الهواء تعلمنا شيء يعني. أكيد. نهاية الحلقة أحب أشكرك معين، والحمد لله ما قصيتني، ولأنك تحملت أسئلتي عن السحر وعن الأشياء، بس ما سألتك إيش معنى أبراكادابرا، بس ما عليه، راح أسألك تحت الهواء. كمان إذا عندكم أي تعليق على البرنامج، رأيكم كثير بهمنا، فبليز رسلونا. كان معكم راكان يوسف ومعي زميلتي سابين ساسين، وتصبحون على ألف خير.